الراجل بقى زي المراهق، سهران طول الليل ممقق عينيه قصاد المدعوق ده اللي اسمه الفيديو، ولا كانه متجوز. ولما وشه اتمقت وبقى شبه احمد زكي في فيلم المدمن. ولا جوزي اللي جاي من السفر لافح الفيديو على كتافه، سهران قدامه يا اختي طول الليل هو وجوز اختي وجوز بنت اخويا، وقال ايه جوز بنت اخويا؟ عايز البنت تقعد تتفرج معاه. وراحت اتفرجت؟ لا، اشتكته لابوها، ابوها عمل له قعده رجاله، قال له عيب اختشي احنا ما عندناش الكلام الفارغ ده. يا عواطف، ده اخوكي ده تلاقيه هو كمان بيتفرج. ومن سمعك بعد ما خلصوا قعده الرجاله اتلموا يا اختي يتفرجوا كلهم مع بعض الناقصين. يا جماعه حد يعرف يا ناديه ما بتجيش بقالها كتير ليه؟ الله اكبر، اللهم احفظنا بعيد عن السامعين. اسكتي، مش جالها المرض البطال؟ يا ساتر يا رب. بطال ازاي يعني؟ يهمك جالها الخبيث. اسكتي يا اختي، الله ما تفسريش. ربنا يشفيها ويعافيها يا جماعه. طب وهي عرفت ازاي؟ اتاكدت ازاي يعني؟ بصي يا حبيبتي، هي كان عندها حموصه تحت بطها، سابتها بقت زيتونه، والزيتونه بقت ليمونه، والليمونه بقت برتقانه. راحت للدكتور عشان تستشيره، قال لها سايبه نفسك ليه كده؟ هوب على العمليات على طول. ايوه على العمليات يعني. شلها الحموصه؟ لا، شال صدرها. واكبر يا جماعه الحاجات دي ممكن تتلحق بصوره شديده جدا. الواحد ممكن يعمل اختبارات لنفسه كل فتره معينه ويعرف بدري بدل ما الصدر يتشال. بس الله اكبر، الحاجات دي بتيجي على السيره. اسكتوا بقى. خضتني يا عبدو، خضتني. تعملي ايه يا زاد؟ مش عارفة، حاسة في حموصة كده تحت باطي. حموصة؟ يعني ايه حموصة؟ يعني حاسة ممكن يكون ورم وحش ولا حاجة. يا شيخة ما تفسريش، بعد الشر عنك، مفيش حاجة ولا بتاع ده، تلاقيه كيس دوني. تفتكر يا عبدو؟ أكيد، ما تخافيش. قومي البسي يلا. خير يا دكتورة؟ هي المريضة اسمها ايه؟ زاد. ايه؟ زاد. ده بيتكتب ازاي ده؟ اكتبي مضاعفات. ما ينفعش، لازم اسم المريض. اصل انت ما تعرفيش الدكتورة، كل مرة نكشف يحصل نفس المشكلة دي والله. زاد بالت، زاد بالت. وانتوا بقى ما لقيتوش اسماء غير الاسم ده؟ يا سبحان الله، ابوها اللي سماها. الله يرحمه بقى، والله العظيم ده راجل طيب. الله يرحمه. خير ان شاء الله. انا شاك ان في ورم في السادي اليمين، اطلعوا الدور التاني، اعملوا اشعه وارجعوا لي. انت بتقولي ايه؟ ازاي؟ يا فندم، ورم الاشعه اللي هتبين لنا ده بجد ولا لا؟ اتفضل. اتفضل يا استاذ. الدور التاني. هات الورق يا عبدو. هات. خد نفس جامد، احبس النفس جوه صدرك لو سمحت. في ورم في السادي اليمين، لازم نعمل عملية ونستأصله فورا. تستأصلي ايه؟ الورم يا فندم، وجايز السادي كمان. يا بتقولي ايه يا عبدو؟ طب اتأكدي كده، اتأكدي؟ يا فندم أنا متأكدة. بقول لك اتأكدي! جرايين أنت بتزعلي، احنا في مستشفى مش في الشارع، وبعدين هو أنا جايباه من عندي؟ الأشعة هي اللي بتقول، هنفتح ونشوف يا جماعة. الأشعة. اتفضلي الأشعة بتاعتك. بتقول لك هيفتح. قوم يا عبد. فتح دماغك، فتح دماغك. يلا يلا يلا. فتح دماغك يا بنتي. ليه كده يا رب؟ بس ليه كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. مش معترضة على إرادتك ولا حاجة. أكيد ليك حكمة في المرض اللي أنت بلتني بيه. مستنياك تاخدني أي وقت. لا. لا ما بتقوليش كده، ده انا ماليش حد غيرك. احنا الحمد لله رحنا بدري،
وهنلحقه ويبقى كويس ومش هيشيلوا لك صدرك ولا حاجه وهتبقى زي الفل. صدقيه بس يا عبد المرض ده اصلا ملوش علاج يا عبد ملوش علاج. لا ليه علاج والله ليه علاج وهتبقى كويسه وزي الفل والله. ما تخافيش. عايزك تبعدني بحاجه يا عبد. انت تؤمري. تاخد بالك من دعاء وبتال وتخليهم يخلصوا الجامعه اللي انا ما خلصتهاش. انا وانت هنخليهم يخلصوا الجامعه وهتحضر الفرح وتشوفوا ولادهم وولاد ولادهم كمان. ايوه ما تخافيش. يا رب يا رب حكمتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل حاجة الحمد لله. ما تعيطش يا عبد امسك نفسك امسك نفسك وبنات ما لهمش غيرك. كويس انا كويس. امسك نفسك.